يقول السائل: أتيت إلى مكة لمقابلة والدتي، وكان في نيتي أن أعمل عمرة، ولكن لم أكن. قال: أتيت إلى مكة لمقابلة والدتي، وكان في نيتي أن أعمل عمرة، ولكن لم أكن أعرف أنه يجب علي أن ألبس الإحرام من الطائف، وأنا الآن موجود في الحرم، فماذا علي أن أفعل علما أنني إلى الآن لم ألبس الإحرام؟ ترجع إلى الطائف، ترجع إلى الطائف، إلى الميقات الذي تعديته، وتحرم منه إن أردت العمرة، وإن لم ترد العمرة فلا حرج عليك، العمرة ما هي بلازمة، لكن إذا أردت أن تأخذ عمرة ارجع إلى الميقات الذي تعديته وأحرم منه. نعم.